لا إله إلا الله، هذه أول يوم من نصلي فيه برا. هذا مشان نقولكم إنه الطقس تغير والحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، صلي الله على رب العالمين. سمع الله لمن حمده، ولك الحمد والشكر. الله سمع الله لمن حمده، ولك الحمد والشكر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده، ولك الحمد والشكر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، ولا الضالين. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. الله السلام علينا وعلى مريم السلام إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا مريم، وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا مريم. السلام عليكم، السلام عليكم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم يا أرحم الراحمين، ارحمنا وعافينا واعف عنا. والحمد لله اللي خلصنا من موجة البرد الشديد والثلوج التي كانت تسيطر على ولاية نيويورك، وها هو الثلج ذاب وبقي أواخره. واو، هاي بدها شهر، شهر شجرة البركوك بدها شهر. يا الله، والدالية كمان مش مبين منها اشي. يا الله، إلى هنا كون قد صليت صلاة العصر لهذا اليوم 9/3/2014 من صلاة العصر.
والسلام ختام.